اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. من هو نجم المباراه من وجهه نظر الارقام؟ دائما ما بنقول هذه الكلمه. دكتور احمد الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني، بالتاكيد الفوز الثامن على التوالي. يمكن احنا كده كسرنا الرقم اللي كنا عملناه موسم 99 2000، لسه بقى ان شاء الله لما نوصل هو الرقم القياسي 16 فوز متتالي باذن الله، يعني نوصل للرقم دوت باذن الله، او 17 فوز متتالي باذن الله نوصل للرقم دوت. بالتاكيد فرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، وفي يعني التوفيق في توقيت احراز الهدف الاول كان هو نقطه التحول في المباراه. ايوه، ان انت تجيب جون في نهايه الشوط الاول ده فرق كبير جدا، ويمكن الفرق كمان في الشخصيه. فرق ما بين شخصيه البطل الموجوده في النادي الاهلي، في فرق ما بين فريق يلعب يقدم شوط اول مش حلو ويسجل هدف، وفريق تاني يقدم شوط حلو يعني شوط كويس ويستقبل هدف وبعد كده يدخل فيه 4 اهداف. فده الفرق هنا في شخصيه الفرقه، ان الفرقه يدخل فيها هدف تتهز، وفرقه تانيه مقدمه شوط اول تعتبر فنيا ما كانش او تكتيكيا، يعني الاتحاد كان تكتيكيا افضل في الشوط الاول، ولكن النادي الاهلي دي شخصيه البطل، ان انت ممكن ما تكونش في افضل احوالك وتسجل هدف، لكن الاتحاد رغم كده دخل فيهم هدف اتهزت. فدي هنا فرق الشخصيه واضح جدا، دي شخصيه النادي الاهلي. يعني ده دايما بنقول عليه شخصيه النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي